نعم راني، 4 شهداء في عملية اغتيال نفذتها وحدة المستعربين، الوحدة الإسرائيلية الخاصة هنا وسط مدينة نابلس، وأنا بالقرب من المركبة التي كان فيها الشهداء الأربعة. هنا أثار وحجم الرصاص الكبير الذي استهدف أفراد وحدة المستعربين من خلاله المركبة، ويعني هنا أثار الرصاص هي عملية إعدام بشكل مباشر لمركبة وصلت إلى هذا الموقع. المستعربون وفق المقاطع المتداولة كانوا يرتدون زيا مدنيا فلسطينيا، صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر صوب هذه المركبة، وكل هذا جرى في وقت ذروة حركة المواطنين الفلسطينيين. هذا يعني أن الاحتلال ما زال غير آبها بالمدنيين الفلسطينيين، و هي استهداف للمواطن الفلسطيني بشكل عام. نتحدث عن موقع في وسط مدينة نابلس بالقرب من سوق مركزي ومجمع للتاكسيات الخاصة بنقل المواطنين من وإلى قرى محافظة نابلس، وهنا طواقم تابعة للمؤتمر الفلسطيني رانيا تحاول العثور على بعض من أشلاء الشهداء الأربعة، شهيد من مخيم بلاطة وثلاثة من مخيم عسكر وفق الأسماء المتداولة لدينا. الاسم الأكيد الوحيد هو عصام الصلاج، وهو قائد سابق في كتائب شهداء الأقصى وقائد لكتيبة بلاطة، كنا التقينا فيه مسبقا قبيل إصابته بجروح خطيرة. هو فعليا مصاب بجروح خطيرة، غير قادر على المشي، يحتاج لأجهزة طبية تساعده على الحركة والخروج والدخول من وإلى منزله. لا يزال كان يحتاج لعمليات جراحية ليشفى إصاباته المتتالية التي تعرض لها على مدار الشهور الماضية. كنت التقيت عصام مسبقا وتحدثنا عن خط سيره في درب المقاومة الفلسطينية، وأكد لنا مدى صعوبة حياته في ظل الإصابات المتتالية. اليوم عصام يرتقي إلى جانب 3 آخرين من المواطنين الفلسطينيين، وهنا رانيا نرصد تجمهر المواطنين هنا وسط مدينة نابلس للاطلاع على حجم الجريمة الكبير. جريمة كهذه تذكر بسلسلة من بدأت في نابلس وانتقلت منها إلى مدن في شمال الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، منذ عملية الاغتيال الأولى التي نفذت بحق 3 من المقاومين الفلسطينيين في منطقة المخفية غرب المدينة هنا، وطالت وقتها 3 من أبرز المقاومين. بدأت بعد ذلك سلسلة عمليات الإعدام منذ شباط 2022، سلسلة عمليات الإعدام التي تطال المقاومين الفلسطينيين عبر قوات إسرائيلية خاصة أو اغتيالا عبر الطائرات المسيرة لم تتوقف، سواء هنا في نابلس، في جنين، في طول كرم، أو حتى في طوباس. هذا كله يأتي على وقع حالة من الهدوء سادت الضفة الغربية في الساعات 48 الماضية، لتتفجر الأمور على شكل عملية ينفذها مستعربون. المستعربون هم وحدة إسرائيلية خاصة من ضمن مجموعة من الوحدات التي تنفذ عمليات خاصة في المناطق الفلسطينية، يتسمون بأنهم يتحدثون مثل الفلسطينيين، يرتدون مثل الفلسطينيين، ويتصرفون وكأنهم مواطنين فلسطينيين. تسللوا إلى مدينة نابلس في وسط هذا المكان، كان من المستحيل اكتشافهم، أخرجوا أسلحتهم التي عادة ما تكون مخفاة داخل ملابسهم، وهذا ملاحظ من الملابس المرصودة في المقاطع المصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا بتنفيذ هذه العملية. نتحدث عن أكثر من 50 إلى 70 رصاصة في جسم المركبة التي يتجمهر المواطنون حولها في هذه الأثناء، 70 رصاصة لأجل تنفيذ عملية إعدام ميدانية ل4 شبان فلسطينيين، وباعتقادي أن على الأقل أنهم لم يكونوا مسلحين في هذا الموقع، سيما مع رصدنا للحظات الأولى، وكان زميلنا محمود فوزي المصور من أوائل الواصلين إلى المنطقة. عصام صلاج من بينهم الاسم المعروف حتى اللحظة، مصاب بجروح خطيرة، لا يستطيع المشي لوحده، و هذه عملية إعدام لجريح فلسطيني. يعني تأتي هذه العملية في ذروة اعتبار الاحتلال للضفة الغربية لساحة كساحة قتال ثالثة، إضافة للجبهة الجنوبية في غزة وجبهة الشمال على الحدود اللبنانية. الضفة الغربية ينفذ فيها الاحتلال عملياته بشكل متسلسل متتالي مستمر غير متوقف. فجر اليوم تم اغتيال أحد المقاومين الفلسطينيين في بلدة عقابة إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس، تم إعدامه بشكل مباشر برصاصة من مسافة 0 في رأسه على سطح منزل شقيقه، فيما تم اختطاف جثمانه.
هذه العملية كاعتبار لما ينفذه الاحتلال من عمليات اغتيال واستهداف للمقاومين الفلسطينيين، وتأتي في إطار عملية مخيمات الصيف، هذه العملية الواسعة التي بدأها الاحتلال في مناطق شمال الضفة الغربية في 28 من شهر أغسطس الماضي، وما تزال مستمرة، ويقول الاحتلال بأنها ستتواصل حتى نهاية الأعياد اليهودية. عملية الاغتيال في نابلس تأتي قبل ساعات من اقتحام مفترض لمجموعة كبيرة من المستوطنين لمقام يوسف لأداء صلوات تلمودية بالتزامن مع احتفال اليهود والمستوطنين بعيد الغفران أو بالعبرية عيد كيبور، ويعني من المتوقع أن تشهد المنطقة من هذه الحدود صوب أقصى شرق مدينة نابلس عملية إغلاق وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وهذا سيكون على وقع مواجهات بالحجارة يتصدى من خلالها شبان الفلسطينيين في المخيمات والضواحي في محيط منطقة مقام يوسف لاقتحام قوات الاحتلال الذي يبدأ قبل ساعة ساعة ونصف على الأقل من اقتحام المستوطنين، وأيضا بالاشتباكات التي باتت سمة منذ 4 سنوات في تلك المنطقة، سيما من مقاومين تابعين لسرايا القدس كتيبة نابلس أو لكتائب شهداء الأقصى أو لكتائب القسام، وكل هذه المجموعات تخوض اشتباكات وتصدر بيانات تؤكد من خلالها التصدي لاقتحامات الاحتلال ليس فقط لمقام يوسف ومحيطه وإعلام منطقة عسكرية مغلقة بل لكل أنحاء المدينة.